أحد الأخوة يعني وقع عليه يقول: مسجد بني في الإحساء تكلف 35 مليون ريال مزين بذهب قيمته 3 ملايين ريال، ما حكم هذا في الإسلام وما هو الموقف الرسمي من هذا العمل؟ سمعتم السؤال. هذا يقول: مسجد في الإحساء بني ب35 مليون وفيه مقدار 3 ملايين من الذهب. إن صح قول السائل وصح قوله هذا خطأ، لا شك أن لا يجوز الإسراف في بناء المساجد ولا الزخارف إلا تضيع الأموال وتؤذي المصلين. والذهب محرم، كيف يجعل الذهب؟ لماذا يجعل الذهب؟ الذهب يبني مساجد أخرى. هذا من الأغلاط إن صح هذا الخبر، وأرجو أن تقل هذا المكان يبحث الحقيقة. هذا منكر ولا يجوز السكوت عليه، ولا شك أن هذا منكر. والناس بحاجة إلى المساجد في حارات كثيرة، يحتاجون له ان غيره نتعب. ما حصل لمن يبني المساجد؟ متى حصل الثري الغني الذي يقوم ببناء المسجد؟ فكيف تروح الاموال هكذا؟ لا يجوز مطلقا. يجب الاقتصاد في بناء المساجد وان يعتى بقوتها وسلامتها حتى تضر المصلين. اما الزخارف فلا. وقال عمر رضي الله عنه وارضاه لما امر ببناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الوكيل اياك ان تحمل او تصفر. أمره يبني بناء سديدا سليما لا يضر المسلمين، ولكن إذا بني بناء فيه إحكام فيه إتقان لا بأس أن يكون فيه حجر، لا بأس أن يكون فيه جص، يكون فيه اسمنت، لكن الزخرفة والنقوش لتؤذي المصلين أو بذهب أو فضة أو أشياء من المعادن الأخرى التي لها قيمتها، كل هذا لا يجوز ولا وجه له. فإنما يبنى الحجر والاسمنت أو الطين والخشب، لا. أما الزيادة على ذلك نقوش تؤذي فهذا قل حوالي شرعه. أما وجود الذهب والفضة هذا لا وجه له، وهو محرم ومنكر. كل مال يصرف في هذا السبيل بغير وجهه فهو من الإسراف ومن إضاعة المال، والواجب أن ينزع ويصرف في مساجد أخرى وفي أعمال شرعية تنفع المسلمين. ولا شك أن كان هذا واقع وجهل من صاحبه وغلط من صاحبه، نسأل الله الهداية وسوف يوجه إن شاء الله إلى خير.